السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت لي قصيدة تراب بعنوان لا خمور ولا هروين، وحصلت على مشاهدات وتعليقات كثيرة، وأشكر كل من علق تعليقا جميلا. ووجدت تعليقات غريبة وعجيبة، وهي عبارة عن سب وشتم علي وعلى أبي وعلى السيد الأستاذ. فسألت أبي قائلا: هؤلاء لماذا يشتمون بنا؟ فقال أبي: هذه أخلاقهم وتربيتهم. فقلت له: أبي، هل يحق لي أن أشتمهم وأسبهم كما يسبوني؟ فقال لي أبي: لا يا بني، إياك أن تفعل ذلك، فستكون شيطانا. قلت له: ولماذا أكون شيطانا؟ فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المستبان شيطانان تحت رويت كاذبان. المستبان معناها المتسابان، يعني واحد يسب الثاني. فقلت له: إذن يا أبي ماذا أفعل معهم؟ فقال: اتركهم ورد فقط على من يعترض عليك باعتراض جميل ومؤدب، وبين له حقيقة ما تقوم به. فطلبت من أبي طلبا هو أن أتحدث مع من سبني فقط في هذا الفيديو، ومن ثم أبين للمعترضين الآخرين حقيقة الموضوع. فأقول لكل من سبني: ألا تستحي أن يقرأ شبابك الفاحش أبوك أو أمك أو أختك أو أختك أو ابنك أو بنتك أو أقربائك أو أصدقائك إذا كانت هذه أخلاقك؟ فيا ترى ما هي أخلاق عائلتك؟ وإذا كنت بدون أخلاق، فلماذا تعترض أصل على الراب بحجة أنه رقص؟ فتعلم أولا الأخلاق ثم تعال واعترض. أما كلام المعترضين الآخرين فهو: أولا، أنا قبل الراب قرأت قصائد شور، وقصائد الشعور والراب هي جميلة وحماسية، ونحن الأشبال والشباب نحبها. وبدل أن نخلص وقتنا بالشارع أو بالأماكن الفاسدة، نأتي لهذه المجالس فنتعلم منها القرآن والأخلاق والعلم واحترام الوالدين وعدم التجاوز عن الآخرين بكلام بذيء. فلو كانت مجالس الراب المهدي والإسلامي مجالس للرقص، لكانت أخلاقنا تعبانة كأخلاق من يسبوننا ويشتموننا. ثانيا، أنا ابن عائلة محترمة ومعروفة، وأبي وأعمامي وجدي لم يحضروا حفلة غناء ورقص أبدا، حتى في الأفراح. فإذا كانت عائلتنا بهذا الخلق الرفيع، فهل تتوقعون منا أن نرقص في مجالس الإمام الحسين عليه السلام؟ إذن لماذا تقولون أننا نرقص؟ فلسنا نحن من نرقص على جراح الحسين عليه السلام، بل اتهامكم لنا هو رقص على جراح الحسين عليه السلام. فالحسين أخلاق وعلم وصدق، كل الذي قمنا به هو قصيدة نقرأها ومعها موسيقى والناس تلطم. فلماذا تكذبون وتقولون علينا نرقص؟ والله لا حلنا من نرقص أبدا أبدا. وأخيرا أقول: أضحك كثيرا عندما أجد من لا يعترض بالدين أصلا، يعترض ويقول لقد شوهتم الدين والشعائر. والأكثر ضحكا حتى من لم تستر نفسها تتحدث عن هيبة الدين والمذهب. يا سبحان الله، يا إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ سبا وفحشا وألفاظا هابطة ومنفرة، ونساء تعترض على الراب وهي لم تعترض بالآخرة. فهنيئا لكم يا دعاة الدين على أتباعكم دنيا وآخرة. يا إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ سبا وفحشا وألفاظا هابطة ومنفرة، ونساء تعترض على الراب وهي لم تعترض بالآخرة. فهنيئا لكم يا دعاة الدين على أتباعكم دنيا وآخرة.